الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الحق فوج الرزاق الله. ثلاثة الحوايج الإنسان ما خاصوش يتيق فيهم، الأولى الصحة، والثانية الدنيا، والثالثة مراق. شكون اللي قال من؟ وعلى تمول داكش مراق؟ تحية للمرأة المغربية، والمرأة فيها أمي وفيها أختي وفيها مرتي، هما الله يهديهم وسام الله العالي. أنا شي يوم حتى كنت غادي للسوق نبغي نخدم ترزق الله، كنشم شي لعيبة كنرجع نجري، وهادشي ما عرفتش كيف. أودي المرأة اللي كتبغي راجلها وعزيز على راجلها وبغات تسحر ليه، نوريها السحور. ملي يدخل سخني ليه مويها يغزل رجلي، هذا هو السحور الزوين. بخري لي ودن ديال الفار، فين عمرك شتي ودن ديال الفار؟ غاجيب لك واحد من طنطان مقلوبة. السحور هو الكلام الزوين، واللي زادت كملت علينا هي منار. أيمن كنهضر مع مرتي كنقول لها فلانة، تقول لي ما كتقول لي فلانة، قول لي حياتي كما كيقولها لها كمال. قول حياتي. وبقات كتفرج في المسلسلات حتى كندير لها بحال كتميزقالية هذا ويلي، بقات كتفرج في كمال حتى وليت كندير لها بحال كوالو، مشى لها الطاكسي. وبصراحة تحية للمرأة المغربية، غير الناس اللي بغاو يتزوجوا، راه ماشي ديك اللعيبة شوف درية زوينة ولا شوف، ألا بغيتي تتزوج وكنتي ساكن في جديدة تزوج من طنجة، ساكن في طنجة تزوج من موزمبيق، أنت ساكن هنا ونسابك هنا، خلش دقيق ما ديش 24 ساعة، الزيتي مالك غادي يجري بلا كرسوم. اللي ديالي وصباط تشاري كتلبس 39 مسيبك كيلبس 41 ولا أبسو مخرج من واحد سبع كيل فقره واش هادي تماما تحط راه هو اللي عذب عينا بو كله. وسبحان الله العظيم كما العادة عام بعام غادي وكيزيال المهرجان. سبحان الله العظيم فين ما كنجي لهذا المهرجان كنلقى شي حاجة اللي كتفرح أكثر من العام اللي فات، وخصوصا الجمهور ديال الجديدة اللي ولف هذا المسرح واللي تقريبا ولا هو جمهور فنان، ما كتلقاش معاه الصعوبة بصراحة، نيت ما كتلقاش معاه صعوبة. وحسن الضيافة ديال هاد الناس المنظمين ديال المهرجان وسي هشام عطواشي والناس اللي ما عرفش الأسماء ديالهم، يعني مهرجان غادي في التقدم، ونطلب الله سبحانه وتعالى وصل ل 100 وزيادة إن شاء الله، ونبقاو في الحياة حتى ل 300 إن شاء الله. القضية ديال السحور راه دايرة بزاف، والله العظيم السحور أنا بعدا ما كنآمنش به، كنآمن بالله، غير هي كاين تسممات بحال مثلا قال لك أسيدي لقاو المرأة كتكسكس الطعام بيد الميت، فهم؟ كتاكلو انت كتولي انت حي وميت، ماشي سحور، مادة سامة كلتيها هذيك، هذاك تقول لي راه والله ما كلت معاهم ولا لا كالو، راه تاكل معاهم واللعيبة ما تعيقش بها، اللعيبة كيوقفوا اللي كيديروا فيها كيوقفوا فيها خي الزوا ولا لفتة، أنت تكون بارك مع نسابك تبان لك شي خي الزوا واقفة، انتباه خضار متنوع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.